الإعلان كلمنا قبل يومين والأيام رجل عامل فيها داعية يدخل على مسجد من مساجد المسلمين في كسلة دار يقدم نصيحة للمسلمين زي ما هو زعم الإمام يعترض عليه يطلع سكين من عنده تخيل ده داعية شايل سكين ويهجم على الإمام يضربه يضرب مجموعة من المصلين يموت منهم مجموعة ثلاثة أو اثنين ويجرح مجموعة منهم بأي فقه بأي فهم هل أمر الإسلام أن يقتل الناس في المساجد؟ هل دعا الإسلام إلى مهاجمة المصلين بالسلاح وهل دي دعوة؟ هذا لا علاقة له بالدعوة أبداً ولا صلة له بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقر فعلته هذه دين ولا عقل كافر ما بيعمل عملية زي وإن كانت هي صفات الكفار إنهم يقتلوا المسلمين ويقتلوا غيرهم لكن ما اعتاد المجتمع المسلم على القتل وعلى استحلال الدماء يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لزوال الكعبة الكعبة يا ناس بيت الله أعظم بيت البيت المبارك قال لزوال الكعبة أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم يجي يخش في الجامع ويطعن الناس والمصلين ليه؟ عشان يعترضوا عليه ما يتكلم من حقهم يعترضوا عليه إذا كانت هذه صفات ومن حق أمثال هؤلاء أن يؤدبوا ويزجروا لأن الدعوة الإسلامية لا علاقة لها بالقتل ولا بالإرهاب الذي يسمى الإرهاب والمصطلح المشاع بين الناس ده ما عنده كله ما عنده علاقة مع الدعوة إلى الدين الدعوة قائمة على القرآن وقائمة على السنة وقائمة على الجدال بالذي هي أحسن إلا من ظلم قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم إذا كان اليهودي والنصراني نحن مأمورين نجادلوا بالقرآن وبالسنة وبالحجة كيف زول يدخل على مسجد من مساجد المسلمين يكتل المسلمين وبعد ده عامل فيها داعي إسلام هذا يشوي صورة الإسلام يشوي صورة الدعوة يبغض الناس في الدين ينفر الناس عن المساجد إذا أفعال زي دي انتشرت في المجتمع البيجي المسجد تاني منه زول بيقول لك وايا نصلي في بيتنا شغلة جابت لها ضبح دول الجوامع نحن ما جايين صلاة الجماعة الناس بيخلوها تاني هذا تنفير على الدين تنفير عن المساجد هذا ضرب للدين الإسلامي لما نجي دول صاحب لحية وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم والكبير والصغير يعرف أنها سنة لكن يجي صاحب لحية وشايل سكين معه ماذا يعني هذا؟ هذه رسالة للمجتمع بتشويه صورة اللحية وبتشويه صورة الدين ده ما بيقتل الناس في الخمارة انتبهوا ما في الخمارة بيقتل الناس في المسجد المقصود شنو من الكلام ده؟ المقصود منه تشويه الدين وضرب الدين الإسلامي هذه هي الغاية عند أمثال هؤلاء فنرجع ونقول دماؤكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأعتذر للإطالة ما هذه عادتنا ولكن الموضوع يستحق أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والبر والرشاد وأن يعلمنا الله ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يتقبلنا ويتقبل آباءنا وأمهاتنا وأبنائنا في جناته جنات النعيم إنه جواد كريم وقوموا إلى الصلاة يرحمكم.